قال الرئيس السوداني عمر بشير إن بعض الغوانة والعملاء والمرتزقة والمندسين استغلوا الدائقة المعيشية للتخريب لخدمة أعداء السودان، داعيا مواطني إلى التضافر مع بعضهم بعضا. وفي أول ظهور علني منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، اعتبر البشير لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري باستداد والحداد بمحلية جنوب الجزيرة اليوم الثلاثاء وقفا واحتشادا بالجماهير، اعتبره ردا على كل خائن وعميل وعلى الذين روجوا وأطلقوا الشائعات بالقبض عليه وسجنه، قائلا: وأنا الآن موجودا وسطكم متوعدا بملاحقة وإخراجهم، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وجدد الرئيس السوداني خلال كلمته مضي الحكومة في إنفاذ مشروعات التنمية والإعمار لصالح المواطنين وإصلاح أحوالهم، وداعيا أهل مواطني الجزيرة الذين وصفهم بالمنتجين للاتجاه للعمل وعدم الالتفات للخونة والعملاء ومناضلي الكيبورد. وقال إن الحرب تشن اتجاه السودان لتمسكه بدينه وعزته التي لا يبيعها بالقمح أو الدولار، مشيرا إلى استضافة السودان اللاجئين وإيوائهم وتقديم الخدمات لهم. والسلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.